كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ هل يعقل أن نشهد ذلك في أقوى بلد في العالم؟ هذا ما نسمعه عن الأزمة الغريبة التي تضرب أمريكا. أزمة حليب الأطفال، هذه الأزمة تهز البيت الأبيض الذي يواجه اتهامات ببطء التحرك لطمأنة ملايين المذعورين أمام شبح الارتفاع الصاروخي لأسعار علب مسحوق حليب الأطفال. هذه الأزمة بدأت مع إغلاق أكبر مصنع لحليب الأطفال في ولاية ميشيغان نتيجة مشاكل تلوث وورود أنباء عن وفاة طفلين قبل أشهر. طبعاً ذلك أضيف إلى مشكلة سلسلة التوريد المستمرة. نور صباحنا اليوم من واشنطن مراسلة صباح العربية نادية البلبيسي. يسعد صباحك يا أحلى نادية، شرفتينا بوجودك معانا اليوم. يسعد هالصباح يا نادية. تسلمي سهام. أهلاً بك يا نادية. صباح الخير سهام ونادين، أهلا وسهلا فيكم. في الحقيقة أنا كتير مبسوطة أني أكون معكم لأول مرة، بس ما بوعدكم أني أكون كتير، ديروا بالكم لسه أحنا الصبح عندي. إحنا قالونا أنك سهرانة بس كرمال تطلعي في صباح العربية، فنشكرك كثير يا نادية، شكرا جزيلا. والله. طيب نادية، أزمة نادرة. رب لقلبي كلكم. حبيبة قلبي يا نادية. طيب أزمة نادرة لنقص الحليب في الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي حصل تحديدا؟ تصور يعني أن نتحدث عن طائرات عسكرية، نتحدث عن قواعد عسكرية، قاعدة رامشتاين في ألمانيا، نتحدث عن تخويل الرئيس بايدن للبنتاغون بإحضار علب لحليب الأطفال. يعني أنا جبت أكم من علبة من هون بس فارغين للأسف. إلنا زميل لديه طفل رضيع في الواقع، وكان هذه آخر العلب يعني الذي يستخدمها، فبالفعل أزمة وكابوس بالنسبة للأهالي الذين لديهم أطفال رضع. ماذا حدث؟ إجابة على سؤالك، أولاً نحن خرجنا من جائحة كورونا منذ فترة قصيرة جداً، وبالتالي كان ما يسمى هناك بأزمة الأزمة الخانقة أو عنق الزجاجة في الموانئ الأمريكية التي لم تسمح بسلسلة التوريدات بأن تصل بسلاسة إلى المتاجر، وبالتالي هذه مشكلة أساسية كانت. عدا عن ذلك كان هناك تلوث في أهم كما ذكرتي شركة تقوم بإنتاج حليب الأطفال وهي شركة أبت. نعم. وهي تحتكر السوق تقريبا يعني. فبالتالي كان هناك نقص كبير جدا، اضطر الرئيس بعد إلحاح من الصحفيين في الإجاز الصحفي الذي عادة توجه إلى المتحدث أسئلة. نعم. تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية إلى كيف يمكن أن نحصل على حليب للأطفال. يعني بالفعل نادية كأنه موضوع صادم لنا نحن، ونحن نراقب ونتابع أزمة نقص حليب ونقص إمدادات حليب في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني دولة عظمى. اليوم أديه هذا صار نادية جرس إنذار حول الشركات التي تنتج الحليب، أنه اليوم يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ طرق بألا تتحكم شركة واحدة في إنتاج الحليب وإمداداته في أمريكا. بدون أدنى شك يعني قضية الاحتكار ستكون هناك مساءلة في الكونغرس. عدا عن ذلك نتحدث عن تفعيل قانون يعود للحرب العالمية الثانية، وهو قانون الإنتاج الوطني الذي يسمح للرئيس باستخدامه في حالات الطوارئ. الآن الرئيس بايدن يطلب من شركات أخرى أن تقوم بإنتاج يعني مكثف لحليب الأطفال، لكن المشكلة الأساس نادين ليس فقط كانت في النقص وربما بشركة أو شركتين يعتمد عليهما، لكن أيضا في موضوع التلوث الذي جرى هو لسوء الحظ أيضا بأن يكون هناك تلوث في هذه الشركة، مما أدى إلى إغلاق الأفرع التي تقوم بالإنتاج بعد وفاة طفلين طبعا. وبالتالي زاد ما يقال زاد الطين بلة، بمعنى بأنه جائحة كورونا وعدم إنتاج وتلوث، فكل هذا أدى إلى عملية النقص التي نراها. طيب لفتني نادية أنه البنتاغون هذه المرة تدخل في هذه الأزمة وفتح جسر جوي اسمه عملية طيران حليب الأطفال، هل يمكن أن يساعد ذلك؟ أكيد سيساعد، لكن يوم الأحد وصلت أول شحنة 35 طن. لماذا البنتاغون ولماذا هذا الجسر الجوي؟ لأنه لديه طائرات تستخدم عادة في نقل ربما أو إجلاء أشخاص من مناطق حروب، وبالتالي يمكن أن تفتح هذه الطائرات لتستوعب كميات كبيرة جدا تصل إلى أطنان يعني من المواد المطلوبة أو من الأشخاص أو من الأسلحة، لكنها الآن تستخدم في علب الأطفال طبعا حليب الأطفال. لكن ما وصل إلى الولايات المتحدة حتى الآن لم يسد أكثر من 15% من الحاجة. وهناك أيضا شيء أساسي هو ليس فقط الحليب المعروف، يعني هذه
هذه العلب، لكن أيضا هناك الحليب الخاص للأطفال الذين يعانون من حساسية، يعني لديهم حساسية لللاكتوز وبالتالي بحاجة إلى حليب مصنع من نوع آخر، هذا أيضا غير متواجد في الأسواق. لكن وعد الرئيس بايدن بأن تكون هناك عمليات أخرى وجسر جوي جديد يأتي بالمزيد من علب الحليب. يعني ونادي إحنا اليوم رجعناك 20 سنة بعلب الحليب هاي اللي قدامك هلأ، بس كمان بس 20 هذا بيننا 20 نادية، كمان سؤال قدي نسيتين السؤال. طب وسائل التواصل الاجتماعي نادية كيف تفاعلت مع الموضوع يعني باختصار وبهاشتاجز؟ كان هناك الكثير من التهكم على الرئيس بايدن و على البيت الأبيض، لأنه بالفعل تأخر يعني، وكان هناك كل يوم إصرار أين يمكن أن نجد حليب الأطفال، لكن أيضا هناك نوع من ربما استغلال هذا الموضوع لصالح المعارضين للرئيس، حتى أنهم وضعوه في صورة سيلفي وهو يأخذ صورة وراء رفوف خالية من العلب، وطبعا هذه كانت مركبة الصورة، هو لم يكن فيها، كان في مكان آخر في قاعدة عسكرية مع جنود في الحقيقة في الخلف. لكن هذا الموضوع سيتفاعل ومستمر وسيؤثر، قضية حليب الأطفال ستؤثر على ربما إعادة حتى انتخاب الرئيس بايدن، لأنه سيتم استغلالها سياسيا، تصور يعني لأي درجة. يعني بالفعل الحديث تتم يا نادية، ونحن بنشكرك كثير، والإنسان دائما صباحاته بمين بتصبح؟ أنا وسهام تصبحنا في وجهك الحلو، وإن شاء الله تكون ليلتك سعيدة طالما الوقت هلا بأمريكا بعد منتصف الليل. شكرا كثير، ونطمع لظهورك معنا أكثر فأكثر في صباح العربية. من واشنطن نادية بلبيسي إن شاء الله.